مبسوطة قوي يعني، وكنت مبسوطة جدا انا بلعب مع اختي، واول مرة هي دي تاني مرة نكسبها، كسبناها المرة اللي فاتت في الجزيرة. انا مبسوطة قوي ان هي اتعملت في بالم هيلز، لان البرايز ماني بقت احسن من الاول، والفايبس حلوة قوي، والملاعب حلوة، والجو حلو الصراحة. انا الصراحه نفسي العب في ويمبلدون، ونفسي اروح الاولمبيكس. بصراحه انا مبسوطه قوي قوي، خصوصا انا بلعب الدبلز مع اختي، والبطوله دي احنا السنه اللي فاتت اخدناها برضو، فاحنا كنا بنعمل ديفندنج عليها، والماتش كان صعب. لميس منا لعيبه كويسه جدا جدا ما شاء الله، فانا مبسوطه ان احنا قدرنا نكسب البطوله دي، ونعدي الاوبستكلز اللي كانت في الماتش يعني كتير بصراحه. يعني لو على البرايز ماني كده كده طبعا هي اعلى، فده موتيفيشن اكتر للعيبه عامه، خصوصا في الفترة دي اللي فيها بادل كتير وكده، فده بالنسبة لي طبعا كان موتيفيشن كويس. التنظيم كان كويس قوي بصراحة، الدنيا كانت ماشية organized جدا، وانا اصلا بحب بالم هيلز قوي، فبحب المكان عامة، بحس بالبتاع. نفسي في ايه؟ لا نفسي اجو برو اكتر، والعب ماتشات اكتر، واكسب اكتر. اي لعيب عايز يكسب.